عمره حدا سألك ليش بتلعب ماينكرافت أو حتى شو فوائده وما عرف تعطي جواب يقنعه؟ ويل بعد هالحلقة رح تتمنى تسأل هالسؤال. تعلمت كثير مصطلحات إنجليزي وماينكرافت هي السبب اللي خلاني أتعلمهم، سواء بالأوفلاين من حيث تعلم الأغراض الكثيرة المتنوعة فيها أو من خلال اللعب أونلاين والحكي مع الأجانب لفترات طويلة كتير. من وراء ماينكرافت واللعب أونلاين بالسيرفرات الأجنبية أو حتى العربية تعرفت على ناس فعلا رهيبة غيروا جزء كبير من شخصيتي وطريقة تفكيري بكل شيء، والتأثير كان من أكبر التأثيرات بحياتي. كل هالشي بس من وراء اللعبة. بالسيرفرات تعلمت أساليب المقايضة وكيف ممكن أتفاوض بطريقة صح وأطلع فيها مبسوط وبسط الطرف الثاني، وفوق هاد بالإنجليزي يعني بالعربي صارت شغلة شربت مي. اللعبة بسيرفرات ماينكرافت وخصوصا سيرفرات البلاير فيرس بلاير قوت ثقتي بنفسي وشخصيتي الواقعية بفضل البي في بي والمناقشات اللي بتصير قبله وبعده، يعني صرنا خبرة خناقات بدون مشاكل واقعية. فيها قسم تعليمي جدا رهيب من الأشياء الواقعية فيها، منها ندرة العناصر بالطبيعة وأماكن وجودها، وأنه الأزاز مستخرج من الرمل، وأنه العظم ممكن يستخدم كسماد للنبات، أو حتى كمية الدهون الموجودة بأنواع الأكل. فتحت أفقي بشكل كبير للإنترنت لدرجة أنه كل واحد يشوفني وأنا عم بشتغل على الكمبيوتر بطريقتي وسلاسة حركتي وسرعتي بكل شيء، وحل مشاكل بظهر اهتمامه بشكل مباشر أو حتى غير مباشر. تعلمت من وراها مصطلحات الكمبيوتر وطريقة عمل كل جزء وكيف تشتغل مع اللعبة، مثل لاج أو FPS، بينج، باكت لوز أو حتى PvP. توسع تفكيرك بشكل خطير بحيث أنك تصير تنظر لكل موضوع زوايا مختلفة. مثلا بس بدك تبني قاعدة بلعبة فاكشنز لازم تعرف تبنيها بمكان يكون مخبى، طريقة قوية للحماية، وبدك تعرف مين تثق كمان. حسنت طريقتي بترتيب الشغلات والديكور بالحياة الواقعية بسبب البناء لفترات طويلة فيها. وسعت فكري بشكل جدا كبير وساعدتني، وأكبر مثال ضرب بالبو مقارنته بكرة السلة بالعالم الواقعي. أكبر دليل إني تعلمت كرة السلة بسرعة أكبر بكتير من رفقاتي وقت ما جيت أتعلمها، والكل لاحظ هالشي. بس تشوف ناس هن عم بيلعبوها تنبسط أنت كمان، لأنه كل واحد عنده معلومات وبشوف اللعبة من زاوية مختلفة، فكل فيديو تتابعه لأي شخص ممكن يضيف لك معلومة. وأسلوب أغلب اللي يلعبوه حلو، وهالأسلوب بنتقل لك عن طريق متابعتهم وأنت تستفيد من المعلومة بنفس الوقت. طبعا الكرافتنج تيبل هذه يوم أصنعها أقدر أصنع من خلالها أسلحة وأشياء حلوة. طيب توفر عليك كثير مصاري وتعب من التدوير على ألعاب تانية ممكن إنها بس تضيع لك وقتك، لأنك راح تحبها وتغنيك عن الألعاب التانية وسعرها مقبول جدا. إذا عندك شخصية حلوة وبدك تبلش قناتك وبدك محتوى يكون كتدريب، فماينكرافت لعبة ممتازة بالنسبة لك. ناس كثير حتتعرف عليك من وراء لعبك وبعدين يصيروا جمهورك حتى لو بدك تغير. أكبر مثال ضحومي 3 ساعات أو محمد XD. إذا حسيت حالك استفدت لو ب1% من الفيديو، انزل واشترك بالقناة، لأني بوعدك أنك حتشوف فيديوهات أحلى بكتير من هالفيديو. سؤال الحلقة اليوم: من أيمتى بتلعب ماينكرافت وشو تحس أنك استفدت منه؟